نخش على خيوط العنكبوت. دي بقى عايزة شوية تركيز. بصوا بقى، احنا عايزينها، هي هتيجي من مثلا، انا مش عارف هتيجي منين لفين، بس اللي انا اعرفه ان احنا هنحط نل. خلاص النل ده هنراعي ان هو يبقى على التيبل بالظبط، تمام؟ مش بالظبط قوي يعني، مش بنعمل فيزياء، بس يعني اللي هو يبقى فعلا عند على السيرفس بتاع التيبل. هناخد دي هنا كده، او خلي واحد هنا مثلا، وبما اني على المسقط ده فهاخد واحد تاني تحت هنا كده. دي هنسميها سبايدر دوم اندرسكور لور عشان ابقى عارف ان دي اللي تحت، ودي سبايدر دوم اندرسكور أبر. ظريف لطيف جميل، طبعا واضح 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 ان احنا لبسنا في الحيطه، تمام. ليه بقى؟ لان الفراكتشر ده عايز ينزل تحت بس فل. ويا رب اكون حطيت النلز صح. ادي واحد وادي التاني، ماشي. هدى كده شوية، خليها عندي كده. حلو 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 حلو، ماشي. اما ده فهاخده عشان دول يبانوا بقى، هروح لأوبجكت، وبدل ما هم دوت هخليهم مثلا سفير، وبدل كاميرا هخليها مثلا اكس واي، اي حاجه في اي حاجه يعني، ده خليها مثلا 1 سم بون 3 سم، اي حاجه المهم تبقى باينه. في البيزك هقول له الكالر حاجه زي كده، هندبل كليك دول وهنحطهم عند المناطق اللي احنا عايزين الخيوط بتاع العنكبوت تيجي منها يعني. مش عارف انا بقى 10. طيب نروح هنا في الليفت فيو، قبل ما نحط النل هنرسم الخط الاول اللي احنا عايزينه. هروح لده، هما ثلاث نقط، هما ثلاث نقط عشان ما نقعدش نعك. هنروح ناخد من هنا لهنا لهنا اسكيب، وبعدين مثلا هاخد هنا هنا هنا. وبعدين اسكيب، وبعدين تاني من هنا كده مثلا. عايز اروح للبرسبكتيف عشان شكل كده عجنت الدنيا. يعني عجنتها في حته وحته لا، بس مش مشكله شغال يعني. تمام. كنترول زد عشان كنت عامل سيليكشن على ده، الدنيا ما ظبطتش.
تعال نظبط بقى كام نقطة دول، هروح للسبلاين الأولاني وهاخد دي، هي دي قريبة قوي قوي من الكتاب. ما اجيش بلاقي واحد بقى ايه عمال يظبطها لي على الكورنر، ده عنكبوت مش الباشمهندس عنكبوت. تمام، هنروح على دي كده وهناخد دي. هو انا عملت سناب، هل هو هيحسب الفيرتكس بتاعت المحل؟ خلاص هيبقى كده. نيجي ل دي، هاخد دي وخدها من هنا مثلا كده، ونيجي دي بعد كده نيجي دي. وهاخدها عن نفس المنطقة كده. ده الأول. هنيجي بقى للتلاتة وهناخد البوينت اللي في النص. تمام؟ رايت كليك سوفت انترفيوشن بس. أما دي تمام، دي كده دي كده الاولانيه. بالمناسبه احنا هنعوز هنا 3 نل، هنعوز هنا 3 نل. فكرة عايز تبقى لازقه جوه. ايوه لازقه جوه الكتاب كده. تمام، هنيجي هنا اهو وهاخد اوبس، هاخد النال الاولاني وهاخده هنا فوق. والله حتى مش شرط ثلاثة، ممكن واحد F3. لان هما التلاتة بعاد عن بعض. هناخد ده هنا كده وهناخد ده هنا كده. الفكرة ان بحاول ان انا اساوي النولز مع الاماكن بتاعت النقط. تمام كده، الاولاني ده مع اللي فوق كده تمام. النال اللي في النص ده محتاج بس يطلع فوق سنه ويرجع لورا هنا سنه. والنال ده كل الكلام ده انا عارف كله، زميلي يسال طب بتحط النال دي ليه؟ هقول لكم والله. تمام، هروح هنا بس للبيزكس واروح اون واخلي الكالر مثلا وليكن حاجه كده دي. تمام، حاجه بالشكل ده. نفس القصة كويس. ان انا والله هعمل سناب للفيرت. تمام، بحيث ان انا اخد دي من هنا كده. نعمل سناب من عند الكتاب. جميل،
كده سكيب. ايوه كده كل حكايه. بس انا هاخد دي واقوم واخدها هنا اقرب نقطه للنار مثلا. جميل. هاجي لدي رايت كليك واقوم عامل سوفت انترفيس. حلو قوي قوي. كده ظريف. احنا عملنا كده هنعمل ايه بقى بدول؟ بصوا بقى كده، احنا عايزين دول يتهزوا بفعل الهواء زي الويند. طب تيجي ازاي؟ بصوا بقى كده ونركز. ده السبلاين الاولاني، عشان اخلي السبلاين ده داينامكس او داينامك سبلاين لازم الاول اعرف السينما ان ده هيبقى دايناميك ازاي. رايت كليك على سبلاين وهروح لهير تاجز، ومنها هلاقي هنا حاجه اسمها سبلاين داينامكس. اد سبلاين داينامكس اصلا بمجرد ما هتضيفه وهتعمل بلاي هتلاقيه ظهر. تمام ماشي. بس لو رحنا هنا لفورسز، السبلاين داينامكس من الحاجات اللي هي معاه الجرافيتي بتاعته، هو معاه الجرافيتي بتاعه سالب بوينت. دي الاساسيه. بس انا عايز اقول له سالب 2، لان انا بالظبط مش عايزه يقع الوقعه اللي هو وقعها من شويه. انا عايزه كده، بس انا كده مش هخليه يقع. انا عايز من الاخر، شفتوا البوينت الاولانيه دي والبوينت الاخيره دي؟ البوينت دي عايز اشبكها في النل، والبوينت دي عايز اشبكها في النل. طب هتيجي ازاي؟ هتيجي ان انا اروح للسبلاين ورايت كليك واروح على هير تاجز تاني، والمره دي هقول له كونسترين. تمام، هقول له كونسترين. بس قبل ما اقول له كونسترين لازم اكون الاول عامل سيلكت على البوينت اللي انا عايز اعمل عليها كونسترين. رايت كليك هير تاج كونسترين، هيقول لي عايز تكونسترين مع مين، مين اللي هيلزق في البوينت دي. فانا مش عارف يعني، هو انه نل، هو النل ده. فانا هروح هنا تمام، وهروح اسلكت ده واضمن ان انا عامل سيلكت على البوينت كمان، واخد النل ده واقوم قايل له حط له، واقوم قايل له ست بالمنظر ده. بصوا كده. طب ما تيجي نعمل التاني بالمره، التاني اللي هو هي ماسكه مع اللور. هروح اعمل سبلاين تاج تاني، بس الاول اسلكت البوينت كالعاده واروح هنا سبلاين هير تاج كونسترين. هكونسترين مع مين؟ هكونسترين مع اللور، واقوم جاي ست بالمنظر ده. انا لو جيت عملت كده على سلكت الكوس لاينز واعمل كده هلاقي السبلاين مش شغال. بس قبل اي حاجه طبعا انا عايز اعمل كنترول اي، اسلكت كل البوينتس ورايت كليك واقول له سب ديفايد، رايت كليك سب ديفايد، رايت كليك سب ديفايد. ده الهدف منه ايه؟ الهدف منه ان يبقى فيه اوبس كله طار. ليه بقى؟ لان ترتيب النقط اتغير. ترتيب النقط اتغير، فتخلي بالك قوي من الحركه دي. انت عايز، انا عايز اجيب اول بوينت في السلاين اللي هي دي كده. انا هعيد الكونسترين تاني على فكره تمام، لان المفروض انت بعد ما بتكونسترين النقط دي المفروض انت ما بتغيرش فيها اصلا. فواضح ان انا كنت عامل سيلكت كمان على 2 بوينت، بوينت واحد. هسيلكت البوينت الاولانيه رايت كليك هير تاج كونسترين، خد النل ست خلاص لزقت مع النل ماشي. نيجي بعد كده ل البوينت الثانية،
داتا بوينت واحده، رايت كليك هير تاج كونسترين مع اللور سيت، تمام بالمنظر ده كده. لو جينا عملنا كده هلاقي ماسك بالشكل ده، تمام. ويستحسن بصراحة ان انا اروح لده واقول له مش عايز جرافيتي، تمام، او لو في جرافيتي تبقى سالب بوينت فايف، يعني عايز اهو يدوب حاجة خفيفة خالص بالمنظر ده كده، يمكن بوينت تو كده، تمام. نفس القصة على الباقي، نفس القصة على الباقي، تمام. يمكن انا زودت شوية في عدد البوينت وده كان ما كانش صح، فانا هعمل كنترول ايه، هاجي على ده وسيلكت، اسلكت بوينت، كنترول اي، رايت كليك، سب ديفايد مره، ولا مره كفايه. نيجي هنا بقى واخد بوينت، رايت كليك، هير تاج، سبلاين داينامكس، سالب بوينت 2، وانا عامل سلكت لسه على بوينت، رايت كليك، هير تاج كونسترين، هات كونسترين مع مين؟ مع نالتو، تمام. كونسترين مع سيت، ونفس القصة عن الحتة اللي هاخد دي واروح سلكت البوينت دي، رايت كليك، هير تاجز، كونسترين تاج مع لور وامبلس بالمنظر ده كده، هلاقي عدو بالشكل ده. نفس القصة المرة دي مع نال 1 اللي هي هيبقى اللي هو هيبقى ده، هكليك برضو بوينت، كنترول اي، رايت كليك، سب ديفايد، افتكر سب ديفايد مرة واحدة كفاية عشان ما يبقاش الخط بتاع مرن زيادة عن اللزوم، واسلكت البوينت حاجه السليكشن العنياني ده اهو، رايت كليك، هير تاجز، سباين داينامكس، سالب بوينت 3، يمكن ده نكتره ونكبره شويه، رايت كليك، هير تاجز، كونسترين، ناخد مالتو ست، اوبس تمام، ناخد البوينت ده 5 بوينت سيلكت ليه، هقول فيه يعني رايت كليك، هير تاكس، كونسترين، لور كده، عندنا الثلاثة دول خلاص بقى امرهم ممتاز. نيجي ل طبعا انت عايز انت تزود بقى، زود تعيش حياتك انت، انت خلاص طالما عرفت السكة هيبقى النال ده، يبقى احنا عندنا سبلاين ثلاثة ده، كنترول ايه يا عم، كنترول ايه، رايت كليك، سب ديفايد، هير تاج، سبلاين داينامكس، سالب بوينت 3 دي فوق شوية، رايت كليك، هير تاج، كونسترين،
سيلز. بعد كده هناخد البوينت اللي تحت هير تاج كونسترين وهناخد لها ابر. كده اصبحوا الثلاثه بالشكل. طب انا ازاي بقى انا هخلي الثلاثه دول يشتغلوا؟ يا نهار ابيض، انا لغايه كده انا لغايه دلوقتي ما سيفتش، انت حد متخيل؟ يلا ماشي. ازاي انا هخلي بقى الثلاثه دول يتاثروا كان في زي هوا خفيف كده؟ طالما في حاجه واخده داينامكس، وخلي بالك الداينامكس عندك هنا حاجه اسمها فورسز، طالما انا عندي حاجه بالمنظر ده يبقى هم هيشتغلوا مع كل الحاجات اللي في قائمه بارتكلز اللي تحت سيميوليت، هيشتغلوا مع دول. انا عندي ويند وعندي تربولنس، عندي الاثنين دول. ممكن اخد تربولنس بس مش هتدي هنشوف لو انا خدت تربولنس وجيت عملت كده انا مش هلاحظ تاثير، حتى لو انا رحت هنا في اوبجكت وزودت رفعت ولا الهوا، حتى لو قلت سكيل مش هلاقي. طب لو انا شلت ده وعملت سيلكت على دول مش على البوينتس طبعا، ورحت على سيميوليت بارتكلز وحطيت تربولنس وجيت عملت كده مفيش. لكن انا عشان دول يشتغلوا انا هروح هنا وفورسز واقول له انكلود لده كده في كتير، يعني هي شبه الويند كتير. فانا اروح التربولنس ممكن ازود السكيل شويه، ف بس هو اصلا ده كتير 1 سنتي على فكره. لما السكيل بيقل كان الفريكوانسي بيزيد، فانا عايز اكبر السكيل بحيث ادي زي موجه ناعمه كده. طيب كده فل قوي. نكمل نروح ناخد نديها بقى عشان ياخد حاجه ينفع يتحط لها خامه. ناخد السيركل بوينت 2 ونحطها جوه سويب. تمام، كل واحد من دول مع السيركل كمان. فانا هاخد السباين الاولاني سويب وناخد السيركل. يا دوب خلاص بوينت 1%. خلاص كده السباين الاولاني. طبعا انا هدبلكيت بقى السويب ده بعددهم، هم تقريبا 4. تمام، انا كده طيب. عموما هنشيل ده ونحط ده، اقفل ده واقفل ده، وبعدين هنشيل ده واقفل ده، شيل ده واقفل ده. ده ايه؟ طب دي ايه؟ طيب شيل، شوف حلو. بس في حاجة احنا عايزين نخلي خيوط العنكبوت دي الى حد ما ريل قوي، يعني بتلاقي خيوط العنكبوت تلاقي هو كده، بس لو انت قربت بالكاميرا او لو انت صورت بالكاميرا بتلاقي هنا زي حتت مدورة كده، تحس انها زي قطرات المية. انا كده ببالغ صح؟ نخلي الورش سامبل احسن عشان ما نطلعش. تمام، فكده احنا خلصنا من الحته دي بتاعي خيوط العنكبوت. وهنتكلم بقى في الجزء اللي جاي عن
اللايتنج، ازاي نعمل